لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي السيد صالح الجبري. مرحبا بك أستاذ صالح. المبعوث الأممي لليمن سيغادر مهمته الشهر المقبل بعد انتهاء فترة عمله. برأيك ماذا قدم إسماعيل ود الشيخ أحمد للأزمة في اليمن؟ شكرا جزيلا. المبعوث الأممي للأسف الشديد لم يقدم شيئا للقضية اليمنية، وهو يظهر فقط عندما يحدث هناك انتصارات للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن، خاصة أن الانقلابيين أصبحوا الآن أمام خيار الاستسلام أو الحل العسكري، وبالتالي يظهر ولد الشيخ وكأنه يتعاطف مع الانقلابيين الذين أوصلوا الشعب اليمني إلى هذه الحالة، فلا ننتظر أي تقدم من قبل ولد الشيخ، وحاله كحال سابقه جمال بن عمر الذي سلم العاصمة صنعاء للأسف الشديد وبتواطؤ من الأمم المتحدة للانقلابيين المتمثل بالحوثي والمخلوع لعبد الله صالح. الحكومة اليمنية شكرت ولد الشيخ وألقت باللوم على ميليشيا الحوثي في إفشال مهمته، في أي إطار يأتي موقف الحكومة من وجهة نظرك؟ هذه دبلوماسية الحكومة، لابد أن تشكر الأمم المتحدة ممثلة في ولد الشيخ، هذا أمر طبيعي، لكن الواقع يقول بأن الحوثي لا ولم ولن يستسلم إلا عندما يصبح ميناء الحديدة بيد الشرعية، وهو الآن في طريق الرجوع أو الذي يصبح بيد الشرعية، وأيضا أصبح الجيش الوطني على أبواب مدينة صنعاء عبر مديرية نهم، والتقدم ملحوظ في كل الجبهات، وأصبح الحوثي الآن في مرحلة الدفاع منذ أكثر من سنة، وهو مرحلة الدفاع والانكسار، وبالتالي الحل قاب قوسين أو أدنى، وهو الحل العسكري، لأنه الحوثي أصبح الآن بدون غطاء سياسي الذي كان يمثله المخلوع لعبد الله الذي قتل بيد ميليشيات الحوثي، فأصبح الآن الحوثي عدو اليمن وعدو الإقليم العربي والدولي، وبالتالي ليس أمامهم إلا الرضوخ للشرعية والإسلام، وإلا فإن الحل العسكري وهو الذي اتخذته الشرعية، وهو في طريق الآن إلى الإنجاز إذا استمرت بهذه الحماس وبهذا التقدم الملحوظ. ما هي أهم الملفات التي يجب أن يفتحها المبعوث الجديد لحل الأزمة في اليمن من وجهة نظرك؟ عليه تطبيق فقط قرار مجلس الأمن 2216، وهو تسليم السلاح والخروج من المدن وتسليم مؤسسات الدولة للشرعية وعودة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد الرب مصر هادي إلى العاصمة صنعاء، وبالتالي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، الرضوخ للاتفاقية المبادلة الخليجية، الرجوع إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هذا هو الحل. مؤتمر الحوار الوطني اجتمع عليه اليمنيون من جميع فئات وأحزاب الشعب اليمني بما فيهم الانقلابيين الحوثيين، اجتمعوا ويعني اتفقوا على مسودة سموها بمخرجات الحوار الوطني، هذه مخرجات جاهزة لبناء دولة يمنية اتحادية من 6 أقاليم، وهو الآن مجمع عليه تماما باستثناء الانقلابيون. من يأتي يدير اليمن أو الأمم المتحدة عليه أن يطبق قرار مجلس الأمن للأسف الشديد الذي له الآن أكثر من 2 سنة و6 أشهر لم يلتزم الحوثي منه بأي بند من بنود مجلس الأمن 2216. طيب، مع الأنباء التي تحدثت أن الجيش اليمني يضبط صواريخ لميليشيا الحوثي في محافظة الجوف، كيف تنظر إلى قدرات الحوثي في ظل العمليات العسكرية وفي ظل الحصار؟ الحوثي كلما شعر بضغط وقتل منه بالمئات يوميا في كل الجبهات يحصدون بطائرات التحالف العربي وبنيران الجيش الوطني، للأسف الشديد كلهم من أطفال ما بين سن 15 و17، للأسف الشديد يؤخذ الآن الأطفال من الشوارع وبالمدارس ويرموا إلى جبهات القتال. الحوثي الآن استفاد من مقتل علي عبد الله صالح، واكتشف بعض المخازن السلاح التي كانت تخبى في مخازن معسكرات تابعة لعلي عبد الله صالح، وبدأ يعني يستخدم هذه الأسلحة، لكن هذا يدل على أنه وصل إلى مرحلة الانهيار ويحافر الآن اقتصاديا وسياسيا وشعبيا ودبلوماسيا. لا يوجد أي دولة تعترف بميليشيا الحوثي باستثناء إيران، والبعثة الروسية خرجت من عاصمة صنعاء، حتى البعثة الإيرانية خرجت أيضا من العاصمة صنعاء، البعثة المتحدة أيضا واليونسكو وما إلى ذلك خرجوا أيضا من عاصمة صنعاء. كل المؤشرات تدل على أن الحسم العسكري اقترب، وأتوقع خلال الأيام القادمة أن نسمع قرارات
حاسمة من قبل الشرعية، وأيضا قرارات قوية من قبل قوات التحالف في التهيئة للحشد العسكري في اليمن وعودة الشرعية إلى العاصمة صنعاء. شكرا لك المحلل السياسي صالح الجبري، كنت معنا عبر هاتفك من إسطنبول.